السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. معكم الأستاذ سامي محمود. سنستكمل ما بدأناه سابقا في رياضيات، في مقرر رياضيات 4، الوحدة الرابعة، حساب المثلثات. تناولنا الجزء الأول من موضوع الزوايا وقياساتها، وسنتناول اليوم الجزء الثاني من هذا الموضوع. الآن هنبدأ نتعرض أو نتعرف على الزوايا التي تشترك في ضلع الانتهاء. لو عندي زاويتين أو أكثر تشترك في ضلع الانتهاء زي ما هنشوف بالشكلين المقابلين. الشكل الأولاني هنفترض إن أنا عندي محاور بتاعتي اللي هي محور أو المستوى بتاعي زي ما هو موضح بالشكل، وعندي زاوية ولتكن قياسها 60 مقاسة في الوضع أو مرسومة في الوضع القياسي للزاوية. ضلعها الابتدائي هو الجزء الموجب لمحور اكس، وضلع الانتهاء بتاعها بيصنع مع ضلع الابتداء زاوية 60 في اتجاه عكس عقارب الساعة. هل من الممكن ان احنا نحصل على زاوية لها نفس ضلع الانتهاء وبديء برضو بالجزء الموجب لمحور اكس؟ نعم، بالدوران ممكن في اتجاه عقارب الساعة وفي عكس عقارب الساعة. سنتناول في الاول ازاي نحصل على زاوية لها نفس ضلع الانتهاء ولكن بالدوران في عكس عقارب الساعة، يعني بدوران أو بقياس موجب. هنفترض إن أنا هتحرك في اتجاه عكس عقارب الساعة من ضلع الابتداء. طبعا هذه الزاوية لو تحرك ضلع الانتهاء من الوضع الأول أو من الجزء الموجب لمحور إكس إلى الوضع الثاني فهذه تقاس ب 180 درجة. طب لو كمان بهذا الشكل هذه 180 درجة. طيب لو كمان درت كمان نصف دورة بهذه الصورة فيصبح الدوران كاملا هو 360 درجة. طب عايز اوصل لنفس ضلع الانتهاء للزاوية 60، يبقى هضطر ان انا اقيس كمان 60 درجة علشان اوصل تاني لضلع الانتهاء، فيصبح الاتجاه كله في هذه الحالة ان درت دورة كاملة حول محور اكس الموجب او الجزء الموجب لمحور اكس، ثم اضفت ايضا ال 360 حتى احصل على زاوية لها نفس ضلع الانتهاء للزاوية 60، فأصبح الزاوية الجديدة هي 420 اللي هي دورة كاملة 360 زائد الـ60، فيصبح الناتج كله 420. هدول الزاويتين يشتركان في ضلع الانتهاء. العلاقة اللي ربطت ما بين الزاويتين، الزاوية الأصلية 60 لو ضفت لها 360 كاملة يعطيني 420 زي ما هو موضح في الشكل يا شباب. لو دورت الدورة الصغيرة من ضلع الابتداء للانتهاء بقياس 60 درجة فهذا هو القياس الأصلي، لكن لو دورت دورة كاملة وبعدين كملت إلى ضلع الانتهاء فيكون القياس في هذه الحالة هو 420. طيب لو أنا عايز أوصل لزاوية كمان تشترك في ضلع الانتهاء للزاوية 60 اللي إحنا اتكلمنا عليها في الجزء الأول أو في الرسم الأول أو في الشكل الأول، لكن في هذه الحالة عايز أتحرك في اتجاه عقارب الساعة، يعني هقيس قياس سالب. طيب مبدئيا لو تحرك ضلع الانتهاء من عند الجزء الموجب او دار من عند الجزء الموجب لمحور اكس الى الجزء السالب هيكون عمل 180 درجة في اتجاه عقارب الساعة. طب عشان اكمل الى ضلع الانتهاء المبين قدامي في الشكل بالنسبة للزاوية الاصلية اللي هي زاوية 60، هكمل كمان زاوية 90 اللي هي بقية الربع اللي هو المقابل، وبعدين هكمل جزء كمان صغير يقاس تقريبا بكام درجة؟ ب 30 درجة، فيصبح القياس كاملا في هذه الحالة هو 180 و90 270 وكمان 30 يصير 300، وهذا القياس في اتجاه عقارب الساعة يعني قياس سالب. يعني من الممكن ان انا احصل ايضا للزاوية 60 على زاوية تشترك معها في ضلع الانتهاء لكن بدوران في اتجاه عقارب الساعة قدره سالب 300. طيب يبقى في هذه الحالة انه 60 والسالب 300 كزوايا لها نفس ضلع الانتهاء، هل في علاقة تربطهم مع بعض؟ نعم، لو جيت انا اضفت سالب 360 او طرحت 360 من الـ60 يحصل او نحصل على سالب 300. يبقى في هذه الحالة حصلت على السالب 300 لما طرحت 360 من 60. يبقى جملة القول في هذه الشريحة يا شباب انه اقدر اوصل الى زوايا تشترك مع زاوية في ضلع الانتهاء اذا اضفت 360 او طرحتها او اضفت مضاعفات ال 360 او طرحتها
بهذه الصورة. يبقى يمكن إيجاد زاوية مشتركة في ضلع الانتهاء مع زاوية أخرى إما بجمع 360 أو بطرح 360 من الزاوية. طيب ناخد مثال كده سريع، مطلوب مني إيجاد زاويتين إحداهما قياس موجب والأخرى قياس سالب مشتركتين في ضلع الانتهاء مع الزاوية التي قياسها 15 درجة. من الشريحة السابقة ممكن نحصل على زاويتين قياسهم واحدة قياسها موجب والتانية قياسها سالب إما بإضافة 360 أو بطرح 360. لو أضفت 360 لل 15 هيكون المجموع 375 وهذا هو القياس الموجب. طب لو قلت 15 طرح 360 هحصل على القياس السالب، وفي هذه الحالة يكون القياس السالب هو سالب 345. مثال آخر، لو طلب مني إيجاد زاويتين إحداهما بقياس موجب والأخرى بقياس سالب مشتركتين في ضلع الانتهاء في الوضع القياسي مع الزاوية اللي قياسها سالب 45، هنعمل نفس الكلام السابق، هنضيف 360 ونطرح 360. لو أضفت 360 للقياس اللي هو سالب 45 هنحصل على قياس موجب وهيكون قدره 315، بينما لو طرحت 360 من سالب 45 هيبقى القياس عندي سالب ولكن قياس آخر، وهو سالب 45 ناقص 360 يصير سالب 405. طيب كيف نستطيع التحويل بين القياس بالدرجات والقياس بالراديان؟ القياس بالراديان هذا طبعا موضوع جديد علينا يا شباب، مطلوب مني التعبير عن زاوية باستخدام طا أو الباي. الباي درسناها سابقا بتقدر ب 3.14 تقريبا أو ب 22 على 7. في كثير من الأحيان وفي كثير من التطبيقات بنحتاج للزاوية المركزية مقدرة بالراديان وليست بالدرجات. طيب العلاقة اللي هتربط القياس بالدرجات والقياس بالراديان إنه ال 180 درجة كقياس بالدرجات يكافئ باي بالقياس بالراديان. يبقى هو محور عملي كله على انه ال 180 والباي دولت قياسان متكافئان، الاول قياس بالدرجات والثاني قياس بالراديان. طيب في تحويل من الدرجات للراديان هعمل الامر بسيط جدا، لو زاويه مقدره بالدرجات وعايزها بالراديان اقسم الزاويه على 180 واضرب في باي، اقسم على 180 واضرب في باي. طيب لو عايز احول من راديان الى درجات، يعني عندي الباي وعايز احولها واخليها قياس بالدرجات، انا افضل في هذه الحاله حذف الباي وتحط مكانها او تضع مكانها 180. يبقى القياس للتحويل من درجات الى راديان اقسم على 180 وبعدين اضرب في باي. طيب تحويل من راديان الى درجات، انا افضل في هذه الحاله انك تحذف الباي وتضع مكانها 180 عشان يكون السؤال سهل جدا في التعامل معه. مثال سريع كده يقول لي حول الى قياس بالراديان الزاويه التي قياسها 330. نطبق ما درسناه، نقسم على 180 ونضرب في باي. يبقى 330 قسمه 180 واضرب في باي. طبعا التبسيط سهل جدا، ممكن تشيل الصفر مع صفر وتقسم على 3 بسطا ومقاما، يصير 33 على 3 يعطيني 11، بينما 180 على 3 يعطيني 6، فيصبح القياس بالراديان هو 11 باي على 6. يبقى تاني يا شباب، الزاوية اللي عندي 330 بالدرجات هقسم على 180 والناتج اضربه في باي. الامر بسيط جدا، هتيجي على ال 330 وال 180 بسطهم هنحذف الاصفار ونقسم على 3 يصير 11 على 6 واضرب في باي. طيب لو طلب مني العكس، لو عايز زاوية أو عايز مني تحويل الزاوية اللي قياسها 5 باي على 6 لقياس بالدرجات، في الحالة هذه احذف الباي وحط مكانها أو ضع مكانها 180، فيصير القياس بالدرجات بهذه الصورة. ها 5 باي على 6 يكافئ 5 في 180 على 6. نحذف ال 180 مع ال 6 أو بالتبسيط 180 تقسيم 6 يعطيني 30، هضرب ال 5 في 30 يعطيني 150. يبقى ال 150 هذا قياس بالدرجات مكافئ ل 5 باي على 6. طيب نروح لمفهوم اخير في هذا الموضوع، ازاي احدد او اعرف طول قوس في دايره بمعلوميه الزاويه المركزيه ونصف القطر الدايره. اولا طول القوس اللي هو الاس بيساوي
القياس بتاع الزاوية المركزية اللي هو الثيتا، لكن مقدر بالراديان، مقدر بالراديان مضروب بنصف قطر الدائرة. يبقى الاس اللي هو طول القوس يساوي ار في ثيتا، ار نصف القطر، وثيتا هو قياس الزاوية المركزية المقابلة للقوس ولكن مقدر بالراديان. مثال سريع مطلوب مني في هذا السؤال إيجاد طول القوس المقابل في الرسم أو في الدائرة المقابلة بالرسم. مبدئيا في تحليل الرسم أنا عندي الزاوية ثيتا مقدرة بالراديان اللي هي 10 باي على 9، ونصف قطر الدائرة هو 17 27 متر. في هذه الحالة اكتب القانون S يساوي ثيتا في R، خد الثيتا مقدرة بالتقدير راديان موجود بالراديان، وأضرب في نصف القطر اللي هو 27. بالتبسيط 27 على 9 يعطيني 3، الثلاثة تضرب بالعشرة يبقى الناتج 30 باي متر. لو طلب مني القياس الطول مقرب لأقرب جزء من 10، احذف الباي وحط مكانها 3.14. ما طلبش مني طول القوس مقرب لأقرب جزء من 10 أو لأقرب جزء من 100، سيب القياس أو سيب الطول أو سيب الناتج كهو. مثال آخر، أوجد طول القوس المحدد في الدائرة بالشكل المقابل، هذه المرة مطلوب الناتج لأقرب جزء من 10. القياس عندي للزاوية المركزية هو 3 باي على 7، ونصف القطر هو 5 سنتي. في هذه الحالة هقول انه الار يساوي ثيتا في ار، طيب الاس اسف الاس اللي هو طول القوس يساوي ثيتا مضروبه بار. طيب الثيتا ايش هي؟ هي 3 باي على 7 والار هو 5، مفيش اي نوع من التبسيط، فهضرب البسط 3 باي في 5 واقسم على 7 يصبح الناتج 15 باي على 7. لكن المشكله عندي في هذه الجزئيه انه ما استطيع ان انا ابسط، وفي نفس الوقت طالب القياس مقرب او الطول مقرب لاقرب جزء من 10، شيل الباي وحط محلها 3.14 تقريبا، يصبح الطول تقريبا 6.7 سنتيمتر. شكرا يا شباب لحسن استماعكم، مع وعد بلقاء في مرات قادمة ان شاء الله.